بتخافي تتوحدي. اه الوحدة بالنسبة لك شيء قاسي؟ لو لما بتبقى اختيارية لا، بس لما تبقى إجبارية اه هخاف. تخافي طبعا. بتحس انها وحيدة في الدنيا؟ والله هي اللي عايزة تبقى، يعني هي اللي بتهرب للوحدة. هل هي بتحكم حياتها الوحدة؟ لا طبعا. هي خوفها البشع اللي انا يعني بتملي الومها عليه على منه بنتها. يعني هل هو خوف مرضي؟ الى حد ما مرضي. خلاص دي تزوجت يعني خلاص. نعم. منه من صغير. نعم. ما زالت بتعاملها انها عندها 19 سنين. وده شيء يؤذي جدا للشابه البنت. اللي لازم يبقى عندها قرارها. يعني تروح روحتي وصلتي، ما احناش يعني ما عدت المرحله دي من هل زمان. هي وسوسه؟ لا مش وسوسه، هي قلق. هي راس مالها من بتخبي غيرتك ازاي؟ انا ما بغيرش، ما عنديش، ما اعتقدش ان انا غيرت ابدا. انت ترتبط ان الغيره دي مشاعر ضعف؟ انا ما غيرش على حد، انا اغير على نفسي. يعني لو انا مع حد وتصرف تصرف مش مظبوط، ما بغيرش عليه، بغير على احساسي انا وعلى جرحي انا. كرامتك. لما بتتجرحي بتتصرفي ازاي؟ بيبانش عليا برضه خالص. يعني ما بتهونش عليكي؟ ما بيبانش عليكي خالص حتى لو انجرحتي. طب قلتي لي انا زمان وانا بنت صغيره كنت لما اكذب ابرق. انا لمتت في دماغك واصبحت كل ما تتكلمي دلوقتي اول ما تبرقي اول ما ارفض. انا برقت؟ لا ابدا لسه. فقولي لي انت تربيت ازاي انك انت تكتمي الغيره؟ اصل في حاجات ساعات تعديها، يعني مواقف فيها غيره ساعات تعديها فتكسب بدل ما تخسر وتبين انك انت بتغير او بتبين انك انت متضايق او حاجه زي كده. هل هو اتزان عقلي؟ اتزان عاطفي مش عقلي. اتزان عاطفي. اللي بيصبر دايما بيكسب. انت ليه كررتي مرفت كتير قوي كلمه الصبر؟ حلو. هل انت حلوه؟ انا انسانه صبوره. انت صبوره؟ جدا. بس غريبا لاحظت انك صبوره ومستعجله، في تناقض في شخصيتك. انا لقطته كده يعني. في تناقض في شخصيتك. لا مستعجله في مواعيدي. ده ببقى مستعجله في مواعيدي، لكن مش مستعجله في حاجه تانية. يعني انا بقعد مثلا بالساعات في المطبخ ما اتضايقش. طيب انت في حياتك الطبيعيه مع الناس، مع المعجبين، مع الشخصيات، انا يعني أكاد أتصور، ما أعرفش وصححي لي، إن بيتك مش بيت صخب والممثلات والممثلين يجوا فيه ويتحركوا وبتاع، مثلا زي ما كان بيت صديقنا الراحل فريد شوقي. أنت بيتك إيه؟ أنا بيتي كله أصدقاء. أصدقاء من الوسط الفني؟ من الوسط ومن غير الوسط. القريبين مني. القريبين منك. أنت بتحسي بالقرب من أنماط معينة من الناس أصدقائك. ايه الشرط الاساسي في الصداقه بالنسبه لك؟ ان نحترم بعض جدا. وتحترموا خصوصيات بعض جدا. ويبقى هي او هو يبقى امين عليا جدا. يعني مش ان ممكن حد يشوفك مثلا في لحظه ضعف، يشوفك في لحظه زعل، يشوفك ما يبقاش بيتكلم. هو ده مهم. هو لفظ الامانه. ولذلك اصدقائك متهيألي قليلين جدا، مش كتير يعني. لا مش كتير. طيب ميرفت والقطط. فيلم ايه اللي كان بيتقالك فيه يا قطه؟ عادل ادهم. ايه تقديرك في لعادل ادهم كفنان؟ بحب اذكر اسمه يعني. جميل، كان فنان جميل جدا، وعمل ادوار له شكل ما حدش عمله لا قبل ولا بعد. يعني حتى طريقه الكلام، حتى طريقه الـ الشر اللي كان بيعملها كانت لذيذه.
كانت محببه يعني، ما كانش حد بيتضايق منه ولا يقول ده ايه ده قاسي قوي ولا فيلن ولا حاجه كده، لا كان بيعملها بطريقه كده لذيذه. وانت فعلا قطه؟ بس ما بخربش. قولي لي امتى وقعت في حب القطط؟ من صغري انا كنت بحب القطط جدا يعني، كان حتى اي حد عايز يخلص من قطه، كنا ساكنين في مصر الجديده في فيلا، كان يجوا يرموها في الجنينه عندك. عارفين انك بتحب القطط؟ طب ليه القطط مش الكلاب؟ عشان القطه بتستكين. طب خليني اقول لك معنى مهم. يقال ان القطه ولاءها للمكان، صح، والكلب ولاءه للانسان. وتصور عفوا لو حضرتك عزلتي ورحتي الحتت الهاي الكبيره البعيد عن العالم ده، القطه تظل مخلصه للمكان. للمكان لان دايما بيقول لك القطه، حتى لما مثلا ناس بيقول لك يحاولوا يسربوا قطه بتروح راجعه تاني للمكان، بتعرف ترجع للمكان حتى لو الشخص مش فيه. طيب انت ترتبط بالمكان. انت اعتقد انه اللي بيرتبط، تحبي اللي يرتبط بشخصك. لا بس هما بيحبوني. لا انا باخدهم معايا وانا مسافره، ساعات اخدهم معايا العجمي بتاع. كم قطه عندك؟ عندي سبعه. سبعه؟ بتفكي ليهم ايه من فضلك؟ كلهم كلها. بتحكي ليه؟ بتحكي ليه؟ بياكلوا كل حاجه. ايوه يعني قصدي ميزانيه لوحديهم يعني، ضحكت عشان كده بياكلوا اكتر مني. انت بتحط لهم الاكل بنفسك؟ حبسهم في ايه؟ لا هم مش محبوسين، هم في جزء تاني من الشقه. في جزء تاني من الشقه. ولكن لما بتم مثلا تيجي تقعدي بيناموا جنبي على السرير وكل حاجه. ولما بيجوا هنا لما بيجوش هنا. طيب لما بيكونوا جنبك في المكان اللي انت فيه بيقعدوا حواليكي؟ وليهم اسماء؟ وقتا بيملوني شعر اساسا يعني كمان يعني. يعملوا ايه؟ بيملوني شعر في هدومك؟ في هدومي الغامقه خصوصا. اسمائهم ايه؟ عندي فلاور وعندي شادو وعندي كيارا وعندي كتير. دول لما كتير. الكاميرا بتنور في وشهم يخافوا؟ يجروا؟ بيخافوا يجروا. مش واخدين على كده خالص. عندي انطباعات انك انت قليلة الكلام في حياتك. جدا. ده مش انطباع. معقولة دي حقيقة. استني، معقولة تحكي لك نجلاء فتحي حدوته في نص ساعة علشان تعرف رأيك فيها؟ قلت لها ايه؟ لا هي تقول لك انا بقعد اكلم ميرفت، اكلمها كتير. بتقول لي طيب، بعدين اتكلم تاني تقول لي يمكن. انت فعلا كده؟ انا ما بتكلمش كتير اصلا. بتكرهي الكذب؟ جدا. ليه قلت بجديه كده؟ جدا بحس ان اتضحك عليا. الكذب معناه خداعك؟ طبعا. الكلمه الحلوه بتاثر فيكي؟ قوي تاثرني. هل انت حما صعبه؟ ما كنتش، لا خالص. ازاي؟ اديني فكره. لا انا ما كنتش، انا مش بالعكس يعني. وقت ما منى كانت متجوزه يعني، انا كنت بحب شريف جدا لغايه النهارده. نعم. لغايه النهارده احنا الفنان المحبوب شريف رمزي. احنا العلاقه ما زالت بينا يعني، بيسال عليا على طول وبيجي لي في عيد ميلادي وبشوفه. انا عايز اقول لك تعليق اذا سمحتي لي. اتفضل. استاذنك فيه يعني، ان انا بشوف ان دي علاقه متحضره للغايه يعني. انت شايفاها كده؟ طبعا. مين صاحب يعني استنباط التحضر فيها يعني؟ انت اكيد طبعا، لانك سمحتي طبعا انه يعني تظل بينك وبينه. انا ما